تموين اعلنت اضافه 5 سلع هتتم يعني توفيرها من خلال قائمه السلع التموينيه بدايه من الشهر المقبل، وبتزامن مع صرف الدعم الرئاسي بواقع 100 جنيه على كل بطاقه تموينيه. نعرف التفاصيل اكتر من الاستاذ محمد سعد الله، وكيل وزاره التموين بالاسكندريه. استاذ محمد، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بالساده المشاهدين. يعني السلع اللي حضراتكم اضفتوها ايه يا فندم؟ هو ال5 سلع اللي تم اضافتهم ان شاء الله من شهر سبتمبر هيبقى في المثل النباتي 800 جرام، دي هتبقى بسعر 24 جنيه. نعم. هيبقى في علبه تونه 140 جرام ب 12 جنيه. هيبقى في برطمان مربى 350 جرام ب 14 جنيه. هيبقى في دقيق معبأ الكيلو ب 11 جنيه. هيبقى في ظرف طحينه الظرف ب 2 جنيه تقريبا حوالي 40 جرام اهو. هل السلع دي تم اختيارها بناء مثلا على ان المواطنين كانوا بيطلبوها، ولا كان على اي اساس؟ هو في الحقيقه احنا دايما في معالي الوزير بيحب دايما يشوف السلع اللي معروضه للمواطنين، وبيحاول يضيف اكثر السلع استفاده للمواطنين، وطبعا ده بيبقى فيه استقصاء للبيانات عن طريق بعض المنافذ التوزيع. المواطن دايما بيقبل على التونه، على المربى، على المثل الصناعي اللي هو النباتي، الحاجات دي كلها ما كانتش موجوده، فبالتالي بيتم على طول اضافتها. طيب، فقدنا الاتصال باستاذ محمد سعد الله وكيل وزاره التموين بالاسكندريه، ونحاول مره ثانيه نرجع نتواصل معاه. نرجع مره ثانيه للتموين، ومعنا استاذ محمد سعد الله وكيل وزاره التموين بالاسكندريه. اتفضل يا استاذ محمد. ايوه فهمت. فكنا بنقول دايما احنا في معالي الوزير بينقي دايما السلع، بيحاول بقدر الامكان يحط السلع اللي المواطن بيقبل عليها. طبعا احنا عارفين احنا داخلين على المدارس، فالمربى برضو من الاصناف المهمه، في عندنا الجبن المعبأة، في عندنا الالبان الجافه، في الحلاوه، في الطحينه، في التونه، الحاجات دي كلها مهمه جدا مع كل المدارس، وخاصه لاحتياجات الاطفال واغلب المنازل. ده بخلاف طبعا احنا عندنا بقية السلع الاساسيه اللي موجوده في البطاقه التموينيه، بتبتدي من السكر، الزيت، المكرونه، الارز، الصلصه، الشاي، المنظفات، الخل، الملح، كل دي حاجات اساسيه المواطن بيحتاج ليها. فقدام المواطن العديد من السلع يقدر يتنقل ما بينها، ويقدر يختار اللي طبقا لاحتياجاته اللي هو محتاجها فعلا في خلال الشهر من الدعم التموين المضاف اليه، وخاصة كما نعلم جميعا ان برضه الشهر ده يبقى في دعم اضافي لبعض الاسر الاكثر احتياجا، وديت برضه هيبقى قدامها يعني مساحة كبيرة جدا من الاختيار ما بين السلع بكميات وفيرة يقدر يغطي بها احتياجاته الشهرية ان شاء الله. نعم، أنا بشكر حضرتك أستاذ محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، شكرا لوجود حضرتك معانا.